أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. الكاف يفرح جماهير الرجاء الرياضية البيضاوية ويغضب جماهير الجيش الملكي لهذا السبب. روما الإيطالي يفاجئ يوسف النصيري بمبلغ ضخم، هذه تفاصيلها. عبد السلام ود يهدد بإسقاط مولودية وجدة إلى قسم الهواة، وهذه هي التفاصيل. أسطورة كرة القدم الأوروبية، المغرب أثبت أن المونديال أقوى من أمم أوروبا. مانشستر يونايتد يغدر بالدولي المغربي سفيان أمرابط بعد يوم واحد من انتقالها. المايسترو حكيم زياش يتنازل عن مبلغ مالي ضخم ويوقع رسميا في كشوفات غلطة سرايا بشكل دائم. خطوة جنونية من ياسين بونو لاعب المنتخب الوطني المغربي للعب مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني. جوزي مورينيو قريب من حسم صفقة الهداف الدولي المغربي أيوب الكعبي، وهذه هي التفاصيل. فوز القجع يغضب المغاربة ويفرح الجزائريين بهذا القرار التاريخي. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. قسمت لجنة المسابقة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التصنيفات المتعلقة بقرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 16 غشتن المقبل 2024 بمشاركة فريقين مغربيين فقط، هم الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا ونادي اتحاد تورك في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. في المقابل قررت لجنة المسابقة إعفاء الرجاء الرياضي البيضاوي ونهضة بركان من خوض مباريات الدور التمهيدي والاكتفاء بمباراة واحدة فقط قبل التأهل لدور المجموعات، وذلك بفضل تنقيطهما الجيد في التصنيف التراكمي للكاف. عبر روما الإيطالي عن رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا أن نادي روما الإيطالي أبدى اهتمامه بضم الدولي المغربي يوسف النصيري في الوقت الذي لم يذكر فيه أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع. وكان الصحفي بشبكة سكاي سبورتس رودي غاليتي قد أكد في وقت سابق أن توتنهام هوتسبورتس الإنجليزية يستعد لإرسال عرض يتراوح بين 15 و20 مليون يورو لإشبيلية من أجل الحصول على خدمات المهاجم المغربي البالغ من العمر 26 سنة. يحاصر الوقت فريق مولودية وجدة لكرة القدم من أجل أداء مستحقات مدربه السابق عبد السلام ود، والبلغ مجموعها ما يقارب 900 مليون سنتيم، وسيكون آخر أجل من أجل أن يتوصل ود بمستحقاته من فارس الشرق هو 30 يونيو الجاري. وفي حال لم يفرج مولودية وجدة قبل التاريخ المشار إليها عن مستحقات الدولية المغربية السابقة فسيواجه عقوبة وخيمة في مساره الكروي للفريق. وبعد سقوطه إلى القسم الثاني من الدوري الاحترافي لكرة القدم خلال الموسم الكروي المنتهي، فسيواجه الفريق الوجدي خطر السقوط إلى الهواة إن لم يؤدي مستحقات ود قبل 30 من هذا الشهر. قال النجم الأوكراني السابق إيغور بيلانوفا إن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أكد بما لا يدع مكانا للشك أن كأس العالم أقوى بكثير من كأس أوروبا للأمم. وقال بيلانوف أحد النجوم السابقين للمنتخب الاتحاد السوفيتي الفائز بالكرة الذهبية لسنة 1986 في تصريحات إعلامية إن الذين يتحدثون عن كون كأس أوروبا أقوى من كأس العالم جانبوا الصواب،
وتابع المنتخب المغربي في مونديال قطر أثبت بشكل واضح أن كلامهم غير صحيح، لأن من يعتبر أن أقوى المنتخبات في العالم موجودة في أوروبا باستثناء البرازيل والأرجنتين شاهد ماذا فعل منتخب المغرب الإفريقي في إعتى المنتخبات الأوروبية في قطر. وتابع المغرب بلغ نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، وكان قادرا على العبور للنهائي لولا نقص الخبرة فقط. وباستعراض المنتخبات التي عبر على حسابها سنجد إسبانيا والبرتغال وأيضا بلجيكا، وكلها منتخبات تعد من الصنف الأول في القارة العجوزة، لذلك كأس العالم يبقى أقوى البطولة المجمعة في كل القارة. يشار إلى أن بيلانوف تألق مع دينامو كييف الأوكراني إضافة للعبه في الدورية الألمانية، كما كان أحد أساطير منتخب الاتحاد السوفيتي الذي تأهل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية اليورو 1988 قبل الخسارة في النهائي أمام المنتخب الهولندي بثنائية نظيفة الذكاء. تلقى المغربي سفيان أمرابط ضربة جديدة لمساعيه من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يتبقى يوم واحد فقط على انتهاء فترة إعارته في الأولترافورد قبل عودته إلى فيورنتينا الإيطالية من جديد. وحسب موقع مابوتيز، فإن مانشستر يونايتد اتخذ قراره النهائي بعدم شراء عقد أمرابط بصورة نهائية، حيث قرر مسؤولي الشياطين الحمراء عدم تفعيل بند الشراء ليغدو اللاعب المغربي على آتاب العودة إلى الدوري الإيطالي بنهاية الشهر الجاري. ورغم أن صفقة اللاعب المغربي لن تزيد في قيمتها عن 21 مليون جنيه استرليني، إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في إحداث ثورة داخل صفوفها، ومن أبرز ملامحها التخلص من المخضرمين كاسيميرو، سفيان أمرابط وكريستيان إيريكسن. أعلن نادي غلطة سراي التركي أمس الجمعة تعاقده مع نجم الأسود حكيم زياش بشكل دائم، جاء الإعلان عن ذلك عبر حساب الفريق التركي في منصة إكس. واتفقت إدارة نادي غلطة سراي التركي مع مسؤولي تشيلسي الإنجليزي من أجل تفعيل بند ضم حكيم زياش بصفقة دائمة بعد نهاية فترة إعارتها. ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورت والمتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن زياش لن يعود إلى تشيلسي لأنه سيبقى في غلطة سراي في صفقة انتقال دائمة. وأكد رومان في حسابه الشخصي عبر منصة إكس أنه تم تفعيل شرط الالتزام بالشراء والتوقيع عليها، حيث تم إرسال تشيلسي بالفعل خطابا إلى النادي التركي ليؤكد إتمام الصفقة. وكشف غلطة سراي عن بعض التفاصيل المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش بصفة نهائية، حيث أشار الفريق التركي إلى أن عملية ضم الدولي المغربي تمت بشكل مجاني من تشيلسي الإنجليزية. وأورد بطل الدورية التركية الممتاز أن زياش سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 2,800,000 يورو في موسم 2024-2025، وهو نفس الأجر الذي سيحصل عليه في الموسم الذي يليها في حال جرى تمديد العقد. وكان غلطة سراي قد استعار زياش في الصيف الفريق من تشيلسي الإنجليزية لموسم واحد مع إمكانية تفعيل بند الشراء، الأمر الذي تم في آخر المطاف. وذكر الإعلامي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات الصيفية بأن الدولي المغربي كان يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 3,500,000 يورو مع تشيلسي الإنجليزية في المواسم الثلاثة التي أمضاها رفقة الفريق اللندنية، غير أنه تنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية من أجل عيون غلطة سراي التركية. أكد موقع وين وين أن الحارس المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي
قد أجرى اتصالات مع أحد مسؤولي إدارة نادي ريفر بليت الأرجنتينية، حيث أكد لهم استعداده للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقدها مع نادي الهلال السعودي. يذكر أن ياسين بونو الذي يحلم باللعب لنادي ريفر بليت منذ صغره قد أبدى حماسه لهذه الخطوة التي قد تحقق له أحد أكبر طموحاته الرياضية. هذه الخطوة تأتي بعد مسيرة ناجحة مع الهلال السعودي، حيث أثبت بونو جدارته كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يسعى نادي ريفر بليت لتعزيز الصفوف بحارس مرمى ذو خبرة وكفاءة عالية مثل بونو. على الرغم أيضا من التقارير السابقة التي أشارت إلى اعتذار ياسين بونو عن المشاركة في الأولمبياد، فقد أكد الحارس المغربي والمدرب طارق السكتيوي أن بونو قام زال ضمن الخيارات للمشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف. وكانت هناك تكهنات بأن بونو قد تنازل عن مكانته لصالح الحارس علاء بلعروش، لكن بسبب إصابة بلعروش تم إعادة النظر في مشاركة ياسين بونو مع المنتخب الوطني الأولمبي. وخلال الاجتماع الأخير للمنتخب المغربي وافق ياسين بونو على الانضمام إلى الفريق الأولمبي إذ لزم الأمر. وقد نفى بونو الشائعات حول تنازلها عن المشاركة مؤكدا التزامه بخدمة منتخب بلادها في أي مستوى. وقد أدرجه السكتيوي ضمن قائمة الأولية التي تضم 5 لاعبين فوق السن 23 سنة، ومن المقرر أن يختار 3 منهما للمشاركة في الأولمبياد. وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول أكد أنه يعمل على تشكيل أفضل فريق ممكن للمنافسة في باريس 2024، وأنه مستعد للتفاوض مع الأندية التي قد ترفض السماح للاعبها بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين أوكرانيا والعراق، وستقام المنافسة من 26 من الشهر المقبل إلى 11 من غش المقبلة. أكدت صحيفة فوتو ميركاتو الفرنسية أن نادي فينربرشا التركي بمدربه البرتغالي جوزي مورينيو قريب من حسم صفقة الهداف الدولي المغربي أيوب الكعبي من أولمبياكوس اليونانية. يرغب المدرب البرتغالي في تقوية التركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق التركي من أجل الظهور بمظهر قوي العام القادم، حيث يشارك الفريق في المسابقات الأوروبية والدورية المحلية. حرصت إدارة فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم على تقديم التهنئة إلى الدولية المغربية أيوب الكعبي مهاجم الفريق الأول، وذلك بمناسبة حلول ذكرى عيد ميلاده. وقام فريق أولمبياكوس بنشر صورة للمهاجم المغربي عبر صفحة النادي الرسمية على الموقع الاجتماعي فيسبوك، وقدم الفريق المذكور التهنئة للاعب الكعبي بهذه المناسبة السعيدة. يعمل نادي أولمبياكوس على إقناع مهاجمه الكعبي بتمديد تعاقده لفترة أخرى، وذلك بعد أن أثار اللاعب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية خلال فترة الانتقالات الصيفية. يشار إلى أن المهاجم أيوب الكعبي كان قد قدم أداء لافتا خلال الموسم الماضي، وخاصة في المسابقات الأوروبية، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات هامة لأولمبياكوس اليونانية. أكدت العديد من التقارير الصحفية الأجنبية أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجعة انسحب بين قوسين من الترشح لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلفا للرئيس الحالي الجنوب إفريقي باتريسي موتسيبي، حسب ما أكدته منابر إعلامية إيفوارية وسنغالية. فإن قجع فضل عدم الترشح لرئاسة الكاف والاكتفاء بمواصلة مسيرة الإصلاح وتطوير كرة القدم المغربية. في نفس السياق، هذا القرار لم يعجب العديد من الاتحادات القارية الإفريقية من بينها المغاربة، حيث يفضلون ترشح فوزي القجع لرئاسة الكاف، حيث يعتبرونه الشخص الأنسب لهذه المهمة من أجل النهوض بكرة القدم داخل القارة السمراء نظرا للإنجازات التي قدمها بالمملكة المغربية.
يذكر أن مهمة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريسي موتسيبي ستنتهي مباشرة بعد نهاية الجمع العام المقبل، والذي لم يحدد بعد تاريخه ومكان إجرائها. ومن شأن هذا الاختيار أن يفرح الجارة الجزائر التي لطالما عانت منها في الكونفدرالية الإفريقية لأسباب عديدة. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.